شهد المسرح القومي حفل تأبين وتكريم الفنان القدير أشرف عبد الغفور. حضر حفل التأبين كوكبة من الفنانين والفنانات الذين رافقوا مسيرته الفنية، وشهد الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح سرد رحلة عطاء الفنان الراحل. يأتي هذا الحفل إيمانا من الدولة بأهمية الاحتفاء والاحتفال برموز الفن والثقافة الذين يمثلون القوة الناعمة للدولة المصرية، لما لهم من تأثير كبير على الوعي والوجدان الوطني. الفنان الكبير والأخ الكبير أشرف عبد الغفور، هذا الفنان الإنسان الخلوق العظيم النادر، وهو رحلة مضيئة، رحلة مشرفة، رحلة عظيمة، جايين نحتفل بيه ونقول له مسيرتك مسيرة عظيمة يعني تقتدي بيها أجيال وأجيال. وأنا اتشرفت بالعمل معه في النقابة، واتشرفت بالعمل معه في بعض الأعمال الفنية. الأستاذ أشرف أبو غفور قيمة كبيرة على كل المستويات، على المستوى الإنساني والمستوى الفني والمستوى النقابي والمستوى العائلي. أشرف كان مثاليا في كل شيء، كان بيعمل كل مهمة كما يجب أن تكون. مفيش فن إنسان مصري أو مواطن مصري لا ليس لديه ذكرى جميلة مع الأستاذ الفنان أشرف عبد الغفور، خاصة المسرح القومي وأبناء المسرح القومي، لأنه من أبناء المسرح القومي اللي تربوا على خشبة المسرح القومي، واللي أسروا الحياة الفنية والثقافية في مصر والعالم العربي كله، سواء من خلال خشبة المسرح أو انطلاقا في الأعمال التلفزيونية والسينمائية. أشرف عبد الغفور، فلابد أن نحافظ بعض الشيء على تقاليد المسرح القومي، لأن احنا دلوقتي في أشد الاحتياج للتقاليد والحاجات بتاع المسرح. الله يرحمه أستاذ أشرف عبد الغفور، يعني أولاً هو بيتقابل النهاردة في بيته المسرح القومي لأنه هو كان عضو المسرح القومي. أستاذ أشرف عبد الغفور ممثل كبير له تاريخ عظيم في الدراما المصرية والعربية. أنا من حظي طيب إن أنا اشتغلت معاه أكثر من مرة، وكانت تربطني بيه علاقة إنسانية طيبة بيه وبأسرته. أقول إن الأستاذ أشرف باقي بأعماله، باقي باللي علمه لنا، باقي بالتجارب اللي كانت معايا. انا بعتبره ابويا التاني، يعني لاني اشتغلت معاه من وانا طفل صغير لغايه ما عرضنا على خشبه المسرح القومي هنا لمده 9 سنين مسرحيه الملك لير، كان عامل شخصيه لورد جلوستر ابويا. تعلمت منه كتير. المسرح لما تحتك بممثل في المسرح تقدر تعرفه كويس قوي.